اليوم حنتكلم على قضية حط شمغك على كتفك واخرج من البيت. جرت العادة عندنا انه الواحد لما يتزعل مع مرته يحط شمغه على كتفه والكوفية على راسه بعد ما يكون على الاغلب ضرب مرته بالعقال ويخرج للقهاوي والعيال يبشك او يلعب بلوت او اي شيء. طبعا هذا العمل له جذور إسلامية وهو مبني على قاعدة الهجران في المضاجع. طبعا الشيوخ الإسلام يحطون مبررات هذه الأيام علشان يتفادون هذه المشكلة الخطيرة، وهي مشكلة اجتماعية وخطيرة وممكن تدمر الأسرة كلها. بالنسبة لي أنا أقدر أشوف أن الخروج من البيت هو بمثابة الهروب من حل المشكلة بدل من مواجهتها وحلها من جذورها. المسيح تبارك اسمه واجه السامرية بخطيتها بأنها تعرف رجاجيل، وكانت متزوجة من 5 رجاجيل حسب يوحنا 4:18. وما قال المسيح طبطب وليس يصبح كويس، أو قال مالي ومالها، لا، المسيح دخل معها بنقاش مهم جدا، خلاها توب وتجيب كل ربعها وأهل السامرة كلهم وكل جد أبوهم، جابتهم للمسيح حسب يوحنا 4:39-42. المسيح ما كان متزوج لأن الكنيسة جماعة المؤمنين هم عروس المسيح. المسيح مات لأجل عروسه، فهل أنت مستعد تموت عشان مرتك؟ خليني أحييك إذا كان جوابك نعم، لأنك بهذا العمل أنت فعلا سفير المسيح وممثل له في وسط بيتك. اشتركوا معي يا جماعة الخير عشان نصلي عشان هذا الأمر. يا رب يا يسوع، أحط كل أسرة سعودية أمانة بين يدك يا رب، أنت تحفظ الأمانات. وحدنا، اجعل يا رب الرجاجيل ينظروا لحريمهم على أنهم مش ناقصات عقل ودين، لا، مخلوقة من ضلعك، يعني الرجال ناقص بدون امرته. يا سيد العظيم ينظر لها كأنها جزء منه، من نفسه، مستعد يضحي بنفسه عشانها. فإذا احنا وصلنا لهذه المرحلة يا رب، اللي هو هذا هو فكرك انت، نكون فعلا وصلنا للسعادة الحقيقية. فحاطط هذا الأمر أمانة بين يدك باسم يسوع المسيح، تدخل كل بيت في السعودية وفي كل دولة إسلامية وفي كل من يشاهد هذه الحلقة الآن. آمين.